البوابة السادسة مع ماركو كازامنتو، وبالتالي تكون الجهاد بإذن الله جاهزة للانطلاق. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا، ينطلق الشوط الثامن بمشاركة 10 جياد في هذا الشوط. جنس للخيل العربية لاصلة التوسعة الجديدة لمسافة 1600 متر. الشعار الأسود متقدم من خلال وردان الهجم للسيد حسن المطوي والخيال ألبرتو السنة. محاولات من الجهة الخارجية من جبلة وسلالة المامون مولو. مدرب ألبرتو ميول يبحث عن فوز آخر له في هذا المساء مع السادة أمكار وسفيان سعدي. منافسة قوية على المركز الأول، بينما المركز الثالث يجيكو المدرب والمهندس هنا مع عمر اسماعيل الدفع والخيال بيرتو. والمركز الرابع ايضا ارقوية ضمن الترشيحات، يدخل ومع الخيال جيسي واتسون المدرب علي يوسف الكبيسي ملك السيد خليفة بن إشعيل الكواري. الجهة تتجه نحو المنعطف قبل الأخير، لازلنا نشاهد جبلة في المقدمة رقم 2 بشعار العنابي، ومحاولات من أرقوية في المركز الثاني، بينما أيضا محاولات من الجهة الخارجية على ما يبدو لي من مغامر مع ماركو كازامنتو للسادة مربط الغزالي. الجياد والتوجه نحو المنعطف الأخير في التوسعة الجديدة، نشاهد هنا جابر حتى الآن في المقدمة. محاولات أيضا من أرقوية، منية تحاول التقدم والاندفاع، دفاع مغاور من الجهة الخارجية، دفاع قوي لأرقوية من وسط الجياد إلى المركز الثاني. نتابع وإياكم منية، محاولات مستميتة للشحانية، ولكن جبلة هنا محاولات قوية إلى المركز الأول والصدارة. سفيان سعدي، منية ربما المركز الأول والصدارة، الشحانية إلى المركز الأول، منية سلالة عامر، توماس لوكاسيك، جوليان سمارت، ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، وأبرز الترشيحات في هذا الشوط.